فبالنسبة للوضعية المناخية لهذا الموسم كيواجه القطاع الفلاحي صدمات، هذه الصدمات اللي كتزايد في هذه السنوات الثلاث الأخيرة بفعل هذا الجفاف والاضطرابات ديال الحرارة كذلك، واللي ادى لواحد الإجهاد مائي كبير. فالحد الآن بلغت التساقطات المطرية 233 ملم بواحد التراجع ديال 30% بالنسبة للسنة عادية، ولكن أحسن من السنة الماضية ب 12% الحد الآن. فهذا الشيء أثر على واحد التأثير سلبي على أداء سلاسل الإنتاج والنجاعة ديالها، لا في المناطق البورية ولا في المناطق السقوية. ففي المناطق البورية الجفاف ديال هذه السنة هذه نقدروا نلخصوه ولا نشخصوه بأنه جفاف ديال بداية الموسم وبداية السنة، وهذا الشيء أثر على الوتيرة ديال الزرع وخصوصا المساحات المزروعة ديال الزراعات الخريفية خاصة الحبوب القطنية والأعلاف. ومنذ فبراير الماضي رجعت تقصى سقوطات المطرية في هذا الثلاثة ديال يعني الشهور الأخيرة، خصوصا في الشمال ديال الأطلس، جبال الأطلس والواد ديال أم الربيع. وهذا الشيء كان عنده واحد تأثير جد مهم على القطاع الفلاحي بصفة عامة في هذه المناطق هذه. وبعض الجهات غادي نقدروا نقولوا بأنه الموسم غادي يقدر يكون عادي، خصوصا فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. ما يخص المناطق السقوية، المخزون ديال السدود وصل لحد الآن 4.3 مليار متر مكعب، أي بمعدل الملء ديال 32%، تقريبا نفس النسبة بحال السنة الماضية في هذا الوقت. وهذا الشيء كان عنده واحد الوضع يعني واحد التأثير على المياه ديال الراهي، فباستثناء الحوض ديال لوكوس وسبو شهدت كل المناطق اللي فيها الري انقطاع ديال السقي على مدى هذه السنوات الثلاث. فالحصة المائية للسقي بالنسبة لهذه السنة اللي موجودة على الصعيد الوطني ما كتعداش 680 مليون متر مكعب، مقارنة مع الأدنى اللي كان عندنا في الماضي اللي هو 3.5 مليار متر مكعب. وهذا الشيء ما يمكنناش يكون عندنا السقي ديال أكثر من 400 ألف هكتار مقارنة مع 800 ألف هكتار اللي كتسقى بالسدود. وضعية الزراعات فيما يخص الحبوب الخريفية، المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية هي 2.5 مليون هكتار. هذا الشيء رقم معمول كان تاريخيا، هو رقم اللي كان كيكون عندنا الأدنى اللي كان كيكون عندنا 3.4 3.5 مليون كل سنة. وهذا الشيء بهذا الجفاف ديال أول سنة اللي أثر على الزرع. الزراعات العلفية 471 ألف هكتار بانخفاض ديال 18%، القطاني 109 ألف هكتار بانخفاض 35%، الزراعات الشمندر السكري 22672 42% ديال الانخفاض، القصب السكر يلاه الزراعات 1055 هكتار 35 ديال النقص، وبدا الحصاد ديال القصب السكر هاد 17 ابريل الماضي. الخضروات بالنسبه للخضروات الخريفيه، المساحه اللي تزرعات هي 91 ألف هكتار، والخضروات الشتويه 58 ألف هكتار. وهذا الخضروات هذه المساحه غادي تخلي يكون التمويل ديال السوق ديال بلادنا ان شاء الله بامان من هنايا حتى يونيو المقبل. فبالنسبه للزراعات الربيعيه وصلنا لحد الان 136 ألف هكتار، وفيها 31 ألف هكتار و200 من الخضروات الربيعيه، واللي غادي تسمح لنا باش نغطيو الانتاج نغطيو يعني الحاجيات نتاع السوق الوطنيه لموسم الصيف. ما يخص الاشجار المثمره، حاله الاشجار المثمره خصوصا الورديات هي مرضية حاليا في المناطق اللي فيها السقي والمناطق الشمال ديال جبال الأطلس واللي همتها التساقطات الأخيرة. وتطور طبعا ديال الزراعات وديال الموسم كيتوقف على يعني الحالة ديال الطقس في الأسابيع المقبلة، وخصوصا يعني تساقطات الحرارة حتى هي عندها واحد التأثير كبير. فبغيت غير نذكر بأهم الإجراءات اللي يعني دعم سلاسل
سلاسل الإنتاج الفلاحي في هذه السنة، استمرار تنزيل برنامج حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج بما فيها البذور والأسمدة والأعلاف لخفض الكلفة ديال الإنتاج والتخفيف من آثار العجز المائي على النشاط الفلاحي والفلاحين. وهذا الدعم هو مستمر وغيبقى مستمر إلى حين أن تتحسن الأحوال إن شاء الله. وعندنا فيما يخص التأمين الفلاحي، بغيت غير نقول الخبر بأنه غادي تبدأ صرف ديال التعويضات ديال التأمين الفلاحي بالنسبة للفلاحة اللي عندهم تأمين ابتداء من بداية ماي، ويعني الأسبوع المقبل. وفيما يخص تنزيل الأوراش وديال الجيل الأخضر، فالأوراش والمشاريع هي كتنزل طبقا للبرنامج العمل ديال هذه السنة. هذا البرنامج اللي كنا قدمناه عندكم هنايا في المجلس الموقر عند اللجنة خلال القانون المالية. شكرا سيد الوزير. تفضلوا فريق الاستقلال.